اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم اسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات بحلقه جديده من عمالقه الصبر. نتواجد الان في مخيم الصمود والتحدي، مخيم بلاطه. في هذه الازقه التي اشتاقت لمناضليها وبعون الله سنلتقي قريبا بكامل اسرى مخيم الصمود والتحدي، مخيم بلاطه، محررين خارج اقبيه الاحتلال. سنكون في البداية معكم بزيارة لمنزل الأسير بلال زريقي ابن هذا المخيم الصامد نتابع هبوا رجال الوطن واستنفروا الثوار هبوا رجال الوطن واستنفروا الثوار يا مواكبنا نحو القمم مدت يا بلال ازريقي يا القائد المغوار، يا بلال ازريقي القائد المغوار، يا حروف الكرامه بصفحاتك انكتبت، يا بلال ازريقي راجع للوطن والدار، يا بلال زراقي يا برود ونار يوم المنايا ونار الوطن هبت من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر وصلنا إلى منزل الأسير الموجه له كل التحية عبر برنامج عمالقة الصبر أخونا بلال زريقي ابن مخيم الصمود والتحدي مخيم بلاطة إلى جانب والدتك وعائلتك وعدد من الأحبة وأيضا مع إخواننا تنظيم حركة فتح وأسرى محررين ونادي الأسير الموجهة من التحية أيضا عبر برنامج عمارقة الصبر كنا إلى جانب عائلتك وما زلنا لنقول كل عام وأنت بخير لوالدتك اللي بتفتقد جلساتك وبتفتقد محبتك منذ سنوات طويلة كل عام وانت بخير خالتي بخير الله عليكم يعني عياد طويله مرت وبلال داخل سجون الاحتلال احنا اليوم من خلالك بنوجه التحيه ايضا لكل ام اسير بتتابعنا عبر عم برنامج عمالقه الصبر رسالتك لبلال بهالعيد يرضى عليكم عليه بقول يا رب الله يفرجها عليه وعلى جميع الاسره والله يرضى عليه وقضى يعني سنين في السجن الحمد لله رب العالمين وان شاء الله الله بيحلها هالدنيا وان شاء الله الله بيفرج عليه وان شاء الله كريم هو وجميع الأسرة والمسلمين يا الله إن شاء الله إنه قريب يا رب الفرج من عنده إيه إلهم ولجميع الأسرة وش بدي أقول لك خالتي يعني الحزن يعني الواحد بده يقول بس الحمد لله رب العالمين صبرنا على كل إشي الحمد لله صبرت الحمد لله إله الحمد لله إحنا بنعاني مشانه إن شاء الله انه ربنا هيك سبحانه وتعالى يفرجها عليه وعلى كل الاسرى يا ربي يا رب الحمد لله والحمد لله رب العالمين حجتنا لو تحكي لنا عن بلال قبل الاعتقال شو اللي كان يميزه في هالبيت؟ بكى يميز كل شيء فيه يعني بكى يجي علي يفوت في الدار يقعد يجي من برا يعني غيب عني يعني هو بكى مطارد يعني اه بكى مطارد واشي يعني كل يومين ثلاثة يجي مرة علي يشوفوا يعني يعبر علي عشر دقايق ويطلع له طيب كله طيب اقعد يما شنو كل بدي اروح اجي على الطبخه الفلانيه اطبخ اياها واسوي له اياها يعني يوم هيك اجى له بقول بدي انام قلت له طيب تحمم ونام شوي لهم بقول كبسوا الجيش عليه وين اروح فيه شو. شو اعمل انا شو بدي أساوي أطلع في الليل خايف انه يزقطوه قعدت باب هدا هين على الصالون بكاش هذا بكحوش قعدت هناك صرت اقرا قران اقول يا رب تعمك مر من ضليتني قاعد للصبح وانا قاعد وانا قاعد اقول يا رب يا حبيبي يا رب يا حبيبي ما يعبر علينا ما صدقت وهم ينسحبوا من الحاره وهم يسالوا يعني لما طلعوا قلت لكم قوم قال شو قلت كبسوا اليهود ما جوش علينا الحمد لله هذا من فضل ربنا يا خالتي ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله بتزوري انت بتزوري والله هي بتجي لي ثلاث زيارات ما زرتوش لاني ما بقدر اروح واجي اليوم اخوته طلع لهم تسريح بزوره اخوته وخواته فرصه حاليا بشوفك عبر البرنامج ليطمئن عليكي و... يعني نعطيه معنويات وان شاء الله دائما هو بيعطينا معنويات وكل أسرة بيعطونا معنويات هو موجود ومعنويات مليحه يا الله يرضى عليك طوله هو موجود في السجن واسمع يعني انه بلال انهم اخوته راحوا زاروه معنويات مليحه وطوله هو موجود هناك معنويات وان شاء الله الفرج قريب لهم ولجميع الاسرى يا يا رب يا, يا رب رمضان بمر صعب اعياد بتمر صعبه اللي بخفف انا شايف الى جانبك ايضا والده اسير على الاسير علاء الموجهه كل التحيه في حاله تكامل بين عائلات الاسره بخففوا عن بعض نفس نفس الهم الله. ونفس الامل نفس صح يعني هي بتيجي عندي بتفضفض عن بالي وبتفضفض عن حالها والحمد لله بنيجي عند بعضنا مات الأسرة ومات الجرحى بنروح عند بعضنا الحمد لله بنفضفض عن بالنا يعني الواحد بتقول أنا رحت زرت ابني والحمد لله كل واحد انها بتشوف يعني ابنها الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا فضل ربنا انه انهم يعني يسمعوا حسنا ونسمع حسهم ان شاء الله قريب في بيوتنا يا رب. وان شاء الله الله بلم منا احنا وجميع المسلمين يا رب العالمين هل احفاد كلهم اجوا وبلال داخل سجون الاحتلال بكاش لا بس وحده عندي نعم لا بكوا ثلاثه اسمعين ثلاثه وعمر وحده اه اليوم ما شاء الله كل كامل اجا وكلياتهم يعني مشتاقين لبلال وبلال شوفوا اولنا بنخرفهم خرفون عن خرفوني عن عم بلال خرفوني عن عمي بلال اخرفهم كلهم شو بك يساوي شو بك يعمل هنا بك يقعد عمكم بلال هنا بك يقعد هنا بك ينام هنا يعني شو بك كلكم شو بك يعني الحمد لله يعني هنا راحت راح الفرن اجا و... يقولوا خرفينا دائما لما اجي من الزيارة شوف عم بلال شو قال عنا عمي بلال بعرفنا بعرف اكلهم لا بعرفكم مش الا بالصور يعني الصور بيعرفهم يعني من غير الصور ما بعرفهم ان شاء الله بشوفهم حاليا عبر ان شاء الله قريب إن, 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيحتضنهم وهو محرر قريبا ان شاء الله قريب ان شاء الله يا حبيبي رساله اخيره له عبر البرنامج المساحه الكافيه لك الله يرضى عليه ويطول عمره اهدي سلامي لجميع الأسرة والله يفرجها عليهم كلهم ان شاء الله وان شاء الله قريب ان شاء الله العيد الجاي بيقضوا عنا يا ربي هو وجميع الاسره وحررهم يا ربي وحرر يا الله كل كل اسير يرجع على امه ويمشي منها يا رب كل احترام الله يرضى عليك كل احترام <applause> اليك ربنا يعطيك الصحه ايضا والدة الاسير على حنون اهلا وسهلا فيك رسالتك أهل فيك اهلا فيك في عيد الاضحى المبارك خليك انا ام الاسير على حنون كيف حالك يما كيف انت ان شاء الله بخير الكل بسلم عليك كل سنه وانتم سالمين يوم انت وجميع الاسره ان شاء الله الله بلمش من نعش جميعكم يا رب يفرجها يا عليك والفرج قريب جهنم الحبيب يا الله الكل بسلم عليك اخوانك اولاد اخوانك وبنات اخوانك وخالاتك وخوالك وامامك وعمتك زاير خالتك ومياد جميع خلاتك الكل بسال عنك والجيران والله الكل بسلم عليك ومسمعين جارتنا انا عندها يما بسلم عليك وبتعيد عليك والكل بدعي لك يا الله بالخير لك ولكل الأسرة، وهي اولاد اخوك مع مع اولاد اخوك لؤي هاي ابن اخوك الصغير اللي, اللي حبس ست يوم كان يومية تسعة خمسة تسعة خمسة طبقة السنة حاليا الى جانبك ولاد لؤي اي اخوه اللي يعني مشتاقين له واللي افتقدوه منذ سنوات طويلة ليشوفهم عبر برنامج عمارة أوكي. الصبر كان... تعرفوا احالكم تفضلوا انا محمد لوي حنون ايه كيف حالك عمو كل سنة وانت سالم بتمنى انك تخرج من السجن وتعيد معنا العيد الجاي <applause> كيف حالك عمو انا محمود لاي حنون كل سنه وانت سالم بتمنى تعيد معانا العيد الجاي وانت وجميع الاسره انا علاء لؤي حنون كل سنه وانت سالم عمو ان شاء الله تعيد معانا العيد الجاي انت وجميع الاسره كل احترام لهالاجيال اللي عودتوهم على حبه بالرغم من انهم انولدوا وهو داخل سجون الاحتلال سمينا على اسمه قال يعني يمه كان اخو حموده تنتين حوامل بشهر رين. اللي بجيها ولا تسمى علاء هذيك جابت بنت وهاي مر... امهم جابت علاء سمينا علاء هو بالسجن هذول كلهم هم بالسجن بس حموده محمد كان طبق السنه بتسعة خمسه بالضبط يوم ما اعتقلوه الله يعطيك الصحه كل سنه عمرك نستكمل مع شقيق الاسير بلال اهلا وسهلا فيك كل عام وانتم بخير انتم جميع الاسرى اخو الاسير بلاد زريك بشار فتحين بهن يا جميع الاسرى والاسيرات وبعد سلاماتي يا اخوي بلاد زريك داخل السجن صار له 17 سنه تعرفوا اولادك لو سمحت هذا ابن البكر حمودي البنت عمرها خمس شهور اسمها منا هذول طبعا اجوا وهو داخل السجن بعرفهم مش غير على الصور يعني او اغلبيه الاولاد كلهم على الصور بعرفهم يعني ما فيش بس عن الاولاد واولاد من له صور غير الصور بعرفهم مش ان شاء الله بشوفهم حاليا عبر البرنامج لاطمئن عليهم وان شاء الله بيحتضنوه حر كل شاء احترام جميع الاسر يا الله كل احترام لك بشار وان شاء الله بتحتضن شقيقك محرر خارج غياهب السجون وان شاء الله بكون شاف اولادك وشكلنا له حاله فرح ايضا في هذا العيد ايضا شقيق الاسير بلال اهلا وسهلا فيك عبر البرنامج الصبر رسالتك لبلال اليوم أنا طبعا رسالتي إن شاء الله كل عام وأنت بخير أخوي أنت وجميع الأسرة وإن شاء الله إن شاء الله بتكون بأقرب وقت بتكون عندنا ان أنت وجميع الأسرة وربنا بفك أسركم كل كليتكم إن شاء الله وببعث تحياتي لجميع الأسرة كليتهم جميعا وطبعا أخوي بهاللمش الشمل الحلو هذا الشباب إجوا عملوا تصوير هنا وربنا يوفقهم إن شاء الله وبارك الله فيهم وان شاء الله الفرج القريب لكم كليتكم ان شاء الله يا اخويا طبعا بحب اعرفك عن اولادك اولادي نعم. تيسير وبسام واحمد من و... زمان يعني اجوا وانت مش موجود بالسجن وبتذكر انت تزوجت واخوك داخل سجن الاحتلال ايضا وكثير مناسبات بتمر على العائله وشقيقك صحيح. داخل سجن الاحتلال الفرحه دائما منقوصه صحيح لاني انا جربت السجن وبعرف شو السجن وان شاء الله انه ربنا بفك اسرهم، ان شاء الله ما بضل واحد بالسجن. يا رب. وطبعا بنفتك بنفكد بنفكده, بنفكده دائما في قعداته الحلوه بالذات انا يعني شو كانت علاقتي انا وياه بلال في السهرات والنقاش انا وياه كنا نتناقش انا وياه ونتناقر انا وياه على بالذات على لبس اللواعي مش لبس اللواعي يعني مرات بقعد وبطلع صوره وبتذكر شغلات كثير كثير في بلال يعني بالنسبه بلال مش اخ بس وصاحب كل شيء. يعني بالنسبه لبلال بلال شيء عظيم عظيم بالنسبه لي اخوي ان بي. شاء الله بروح قريبا مكون ان جل. شاء الله هو وجميع الاسره ان شاء الله بروح بفكر ابن بنتك حابه تحكي شيء تفضلي يا عم <تصفح> 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 انا عم انا بسان محمد عبد الجواد زراكي بحبك كثير عم بلال ان شاء الله تطلع بالسلامه انت وكل الاسره كل عام أنت بخير والصحة والسلامة يا رب تكون معنا قبل العيد الجاي يا رب كل عام وانت بخير يا عمو بلال انا احمد عبد الجواد زريكي بحبك كثير انا بنت اختك مدريد بتمنى منك ترجع في السلامة كل عام وانت بخير وان شاء الله بنلاقيك بالعيد الجاي ان شاء الله كل وانت وكل الاسرة انا بلال بن أختك كل عام وانت بخير والصحة والسلامة إن شاء الله بتكون معنا على العيد الجاي أنا اسم ماريا بحبها كل احترام لكل هالأطفال إن شاء الله بيحتضنوك قريبا أخي بلال وأنت محرر خارج غياهب السجون أيضا شقيق الأسير أهلا وسهلا فيك أنا أخو الشقيق الأسير بلال زريكي عثمان إن شاء الله كل عام وانت بخير وإن شاء الله العيد الجاي كل الأسرة بيكونوا عنا وإن شاء الله ما بضل حدا في السجون إن شاء الله يا رب كل احترام لك معنا اخواننا محمد ابو رزق اسير المحرر واخواننا من التنظيم ونادي الاسير تفضلوا طبعا في البداية أهلا وسهلا فيك أخ أبو الليث وبرنامج عملية الصبر في مخيم بلاطة وفي بيت الأسير بلال الزريقي هذا البيت بيت المناضلين الذي احتضننا يوم من الأيام قبل ما يقارب أكثر من 18 عام يعني بتذكر أنه يوم بشهر رمضان كان عندنا هون عزومة في هذا البيت بيت المناضلين أنا ومجموعة كبيرة من الإخوة منهم من استشهدوا ومنهم من داخل الأسر فنتمنى ان شاء الله الحريه القريبه لبليال ولكافه اسرانا البواسل باذن الله رب العالمين اليوم احنا الجوله مستمره يعني راح نكون في عده أكيد. بيوت اكيد آه طبعا كل احترام لهم جميعا تفضل. طبعا اخونا ابو الليث اهلا وسهلا فيك وفي برنامج عملكة الصبر في مخيم بلاطه بدايه نبرك تحيه لاخونا السير بلال الزريقي ولكافه الاسره في فلسطين عامه ومخيم بلاطه خاصه وان شاء الله ربنا بنعم عليهم بالحريه والفرج القريب ان شاء الله في دولتنا المستقله وعاصمتها القدس الشريف يعني بدايه نقول اخونا بلال الزريقي كل عام وانت بألف خير كل عام واسرانا في مخيم بلاطه وفي نابلس وفي كل ارجاء الوطن بخير وهم محررين العام القادم وقبل ذلك ان شاء الله نحن في حضرة عائلة الأسير بلال الزريكي يعني ضمن برنامج عمالقة الصبر الذي ننظمه بالتعاون مع تلفزيون فلسطين ونوجه لهم كل الشكر على هذا الجود وعلى هذا الدور العظيم بعد هذا اللقاء سيكون لنا أيضا لقاءات مع عائلات أخرى في مخيم بلاطة وفي نابلس مع أسرى محررين وأدعو جميع أسرانا في داخل السجون ممن لم نصلهم في منازلهم أن يتوجهوا لنا، أن يتصلوا معنا سواء مع الأخ سامر تيم أو معي شخصياً من أجل تنسيق وترتيب برامج لهم في المستقبل القريب إن شاء الله، والحرية لأسرانا البواسل إن شاء الله. إذا كل احترام لأسرتك أخي بلال، الاحترام الأول والمحبة الكبيرة لحجتك الله يعطيها الصحة اللي منطمنك عن صحتها ما شاء الله عنها إن شاء الله. من صورك وانت بتحتضن فيها محرر خارج غياهب السجون فاصل مشاهدينا ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقه الصبر هذا وطننا واحنا جنوده هذا وطننا واحنا جنوده تكسر يا قد الزنزاني من بين جراح الليالي من بين جراح الليالي يا اخوي صوتك ناداني بكره تشرق شمس الحق ويعود احباب وخلا اذا مشاهدينا الان وصلنا الى منزل الاسير احمد الحشاش سنجري بعض المقابلات مع والدته وعائلته وسنكون ايضا الى جانب عائله الاسير علاء الحشاش ايضا نترحم على روح الشهيد بكير الحشاش تحيه لكامل الأسرة وبعون الله الملتقى قريب بكم وأنتم خارج غياهب السجون نتابع هذه المقابلة من منزل الأسير أحمد الحشاش نحن إلى جانب والدتك الله يعطيها الصحة اللي بتقول قبل التصوير أنه مهما كانت صحتها تعبانة إلا أنها بتصر أنها تزورك للتأكيد على أنه أنت غالي جدا عليها الله يعطيك الصحة يا حجة ودائما بنقول صحيح انه الاسير مناضل ولكن عائله الاسير لا تقل نضال عن الاسير لانه أنتوا اللي بتصبروا وأنتوا اللي بتعطوا سنوات طويله من عمركم في هذا الصبر كل عام وانت بالف خير وربنا يجمعك باحمد عما قريب محرر يا رب الله كريم ان شاء الله كل امهات الأصل تفرح باولادها والله يفرجها على الجميع بجاه الشفيع محمد ويحن عليهم كلهم ونشوفهم بخير وسلام ان شاء الله من الثمانين احنا بنزور من سنة الثمانين احنا بنزور اخوتي يعني اخوتي بعديها اجوا اولادي الحمد لله طول عمرنا رحنا في الحمد لله الله يرضى عليهم ويعفى عنهم الجميع ويفرج عن كل ام وتشوف اولادها زينا يا رب هذه الساعه تيجي لكل ام تشوف ابنها نتمنى من الله انه الله يفرج عليهم كلهم كل صباح عيد هو عباره عن غصه في قلب ام الاسير اللي بتفتقد ابنها الله يرضى عليهم الله يرضى عليهم ويعفي عنهم كلهم ويعطيهم ويرضيهم ويحبب خلق الله فيهم انا بس اشوف روح كل تعب الحمد لله الله يرضى علي احمد الله يرضى عليه وأخوانه، والله احمد غالي علينا كثير على الجميع يعني وعلى اخوته على ابوه وعلى الكل احمد طول عمره محترم ومنيح واصيل عمره ما دور الاشي العاطل بس نصيبه اجى الحمد لله نشكر الله على هذا الحال كل حال والله عانت الناس والشعب العربي عانى كثير كثير والله الله يجبر عليهم والله يا احمد حنون والله يشوفني تعبان يجي عني فلتيمه أقعد، انا بشتغل عني الله يرضى علي والله احمد مميز وآخوانه نفس الشيء والله محترمين اولادي الحمد لله كلهم الله يعطيهم يرضيهم كلهم ويحنن عليهم وكل ام تفرح بابنها وتشوفه يا رب جاهز سيدنا محمد انه يفرح كل ام ربنا كل الاسره ربنا يفرج عليهم كليتهم المؤبدات اول يا رب والله الاسره الكل بيعاني من هالزول المؤبدات الله يعينهم برضه الله باستقباله الحمد لله او بالله جهزتي له هاتي جهز له الحمد لله وان شاء الله عجل بتتفضلوا انتم أول الناس أول إن شاء الله بتتفضلوا علينا المستقبلين أول شيء أنتم. وأهلا وسهلا في الجميع والله يفرج على كل أسير وأسيرة. هل هالأجواء 18 سنة وأنت آه، بتنتظريها. احنا بننتظرها 18 سنة اليوم بنموت بكره بنموت بنشوفوش بكره زي هيك كل يوم على المعدل والحمد لله إن شاء الله ربنا كل أم تفرح بابنها الحمد لله رب العالمين إبراهيم الله يرضى عليه استشهد وبرضه مش موجود هو عمران أخوه. وذاك الثاني 18 16 سنه الثاني حكم وروح الحمد لله بتضل هذا احمد ان شاء الله الله يفرج عليهم كلهم جاي النبي محمد وحن علينا كليتنا في العيد كان له طقوس معينه هيك يشاركوا فيها آه آه قبل الاعتقال اه اه, آه والله شو بتتذكر والله ما يخلي شيء ما يجيب خذي يما خذي أمه خذي هذا هي جبت لك يما هي شيء انا بجيب كل شيء الله يرضى عليهم والله كلهم اولادي مناح الحمد لله والله يفرج عليه يا رب وعلى كل الأسير زيه والله الحمد لله ابوك بخير بسلم عليك يا أمه والله يفرج عليك وعلى كل الاسر اللي عندكم كلهم مش واحد الكل ويحن عليك ويرضى عليكم يا رب فرحنا بشوفتك ونفرح ونزغلط ونغني وهالحبايب يلتموا والكل يشوفك يا عمري الله يرضى عليك ويعفي عنك والجميع منكم يا رب الله يعطيك الصحه الله يرضى احمد كان يعني رجل شجاع مناضل شاب دخل سجون الاحتلال الاسرائيلي على فكره في الانتفاضه الاولى كان له سجن قضى اظن ست شهور وكان شبلا من اشبال الانتفاضه الاولى آه ثم آه آه واصل النضال في الانتفاضه آه الثانيه منذ بدايتها كانت عنده موهبه موسيقيه ترك آه الموسيقى وترك كل شيء من اجل آه آه النضال ضد هذا الاحتلال الاسرائيلي ايمانا منه بان آه آه ال ال الاحتلال الاسرائيلي الى زوال آه الاحتلال الاسرائيلي آه مهما طال الزمن فهو الى زوال باذن الله تعالى ايام قليله تفصلنا عن لقاء اخونا وحبيبنا القائد احمد حشاش السميري يعني راح يكون لقانا في يوم 11 8 نتمنى انه هذا اليوم وهذا المهرجان الوطني اللي راح يقام لذكرى او للافراج عنه يكون يليق في مكانه وفي تضحياته وفي صبره على سنوات الاسر بعد قضاء 12 عام من الاسر انه روح اخونا بخير وسلام هو اولا ثانيا انه يشوف الحج والحج ابونا وامنا بخير وسلام ونتمنى لكل احبتنا الاسرى اصحاب الاحكام العاليه وبعض الناس من الاخوه الاسرى اللي الله يكون لهم معين فقدوا ابائهم وامهاتهم واعز اقربائهم وهم بداخل الاسر ندعي الله يصبرهم اول شيء ونتمنى لاخوتنا اللي متبقين بداخل الأسر أصحاب الأحكام العالية خاصة زي ما ذكرنا إنهم يشوفوا أباءهم وأمهاتهم بخير وسلام كل الاحترام والتقدير لكم في تلفزيون فلسطين لنا هاي الفرصة نوصل هاي الرسالة وتصل هاي الصورة صورة الأم الصبورة اللي استنت ابنها السنوات الطويلة سنوات 18 عام في البداية بحكي له كل عام وانت بخير يا أخوي أحمد وإن شاء الله ربنا يفرجها عليك وعلى جميع الأسرة وبنترحم على أخونا إبراهيم ونتمنى ان شاء الله نلتقي فيه بجلال النعيم يا رب العالمين وبنتمنى له ان شاء الله الفرج العاجل علما هو ان شاء الله بروح ب 11 8 وفرحتنا ان شاء الله بتكون كبيره ولمتنا ان شاء الله مع الشباب المحترمين بنحكي له دير بالك على حالك وعلى صحتك هانت والحمد لله رب العالمين كل عام بنت بالف خير والصحه والسلامه يا حبيبنا احمد يا اخونا الغالي يا ذكرياتي يا بعد عيني نسأل الله رب العرش العظيم يرحم شهداءنا الأبرار إن شاء الله بإذن الله وكل المجوى الخلود شهدائنا ونفرح في أسرار جميعهم المؤبدات وغير المؤبدات يكون بيننا إن شاء الله بلقاء قريب بإذن الله ويرحمنا شهدائنا ونسأل الله العرش العظيم يفرح كل الأمهات يا الله ويصبرهن ويعطيهن الصبر وكل المجوى الخلود والحمد لله رب العالمين بكرر كمان مرة كل عام وانتم كل أسرانا وكل حبايبنا والحمد لله رب العالمين إن الله مع الصابرين أنا مريم بنت أخو العام أحمد فالله يروحك بالسلامة يا عم أحمد ويروح كل الأسرة فلما تروح من منعمل من نعمل حفلات كتير من كتير فنشوفك بالسلامة يروح كل الأسرة إذا لابد مشاهدينا أسرانا من الترحم على روح الشهيد بكير الحشاش ونحن إلى جانب هذه الأسر المناضلة التي نعتز بها في هذا المخيم المعطاء والصامت بصمود من فيه والدة الأسير علاء حشاش أهلا وسهلا فيكي عبر برنامج عمرك الصبر يا ريت لو تطمني ابنك في هالعيد عن صحتك عن ظروفك وإذا لك رسالة له عبر البرنامج المساحة الكافية لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أمي علاء حشاش ببعث لك السلام يا ما الله يرضى عليك وأنا بخير والحمد لله ومشتاقين لك وإن شاء الله بتروحوا كلكم جميع بخير وسلامة والله يرضى عليك والله يرضى علي اللي معك كلهم يا ربي فيك أسرك وأسرهم الجميع أنا أقول علي حشاش بوجه تحياتي لعلاء حشاش ولجميع الأسرة داخل الاحتلال والله يفرج عنكم جميعا طبعا أيام قليلة بتفصلنا عن الأسير أحمد حشاش السميري وإحنا توجهنا من بيت آل السميري بيت الأسرة والشهداء توجهنا لبيت علاء حشاش علاء حشاش قضى عشر سنوات أخذوا الاحتلال اللي هو عمره 16 عام أخوته كمان قضوا بداخل السجون نصوص قضوا قضى تسع سنوات وأخوه كمان قضى سبع سنوات وأبوه توفي وهو في الطفولة علاء اخذ عمره سنه اليوم تعلم وتثقف وخلص جامعه في القدس المفتوحه وايام قليله بتفصلنا عن هذا على خروجه بداخل السجون الاحتلال والله يفرج عنه وعن باقي الاسر نترحم على روح الشهيد بكير حشاش استشهد منذ خمس شهور أطر اشتباك مع الاحتلال في داخل المخيم كان علاء بوده انه يكون بكير بيكون باستقباله ولكن روحه طلعت الى العلا شهيدا باذن الله. نقرا الفاتحه على روح الشهيد بكير وعلى جميع شهداء فلسطين. من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقه الصبر. في آه هذا العيد أيضا لنا أن نفرح باستقبال أسير محرر ابن محافظة نعتز بها كما نعتز بكامل محافظاتنا محافظة نابلس وهو الأسير المحرر جميل فقهاء الحمد لله على سلامتك سلمك اليوم بعد أكثر من 16 عام, 16 عام داخل غياهب السجون وإلى جانبك بالزبط. مجموعة من الأهالي موجه لهم كل التحية عائلة أخونا وضاح البزرة وعائلة أخونا عماد عكوبة وعائلة أخونا هاني حنون أهلا, أهلا وسهلا فيكم جميعا عبر برنامج عمالقة أهلا الصبر وسهلا أخي فيك. جميل فرحة العيد اكتملت الحمد لله رب العالمين حجتك وحجك لك بعد 16 عام تحكي لنا عن هذه الفرحة بالبداية أهلا وسهلا فيكم بيتكم الثاني محافظة نابلس الحمد لله رب العالمين احنا يعني بعد صبر طويل ربنا يحرر جميع الأسرة بدون ما يكون الأسم بين قوسين مفرج عنه ويكون الإشي تحرير بإذن الله يا رب فرحة العيد أكيد دائما بتكون منقوصة إحنا عنا بالسجون أو سواء خارج السجون بالأساس بين الأهالي لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كتب لنا هاي المرة إنه نعيشها فعليا بما سمى يعني عيدنا يوم عودتنا فعليا هي كانت هيك هو كان عيد حلو مميز للاهل لسه اكتر لانه احنا بنفتقد يكون بيناتنا اخواننا الاسره اللي بيعيشوا فعليا حاليا ظروف صعبه نعم. بهاي الاوقات حتى بظروف العيد الظرف صعب بمر عليهم داخل السجون تحكي لنا كيف كان اول يوم الك مع عائلتك في هالعيد في هالتفاصيل اللي اشتقت لها 16 عام الصدق اليوم الاول كان يعني مقسوم نصين هو فعليا النص الاول انك انت كنت بالسجن تصحى على شباب الغرفه انت بغرفه وحدة والشباب حواليك حتى السجن يوم العيد بيكون ريحته كلها طيبه يعني لانه كل الشباب بتكون طلعت وتجهزت للعيد هذا الاشي انا يعني الاشي الوحيد اللي يعني بدايه هو تكبيرات العيد بالجوامع هذا كان الاشي صوت الجامع بالضبط تكبيرات العيد بالجامع هذا الاشي هو اللي كان يعني بداية الشعور افتقدت 16 عام هذا جدا الصوت. جدا وإحنا يعني طقوسنا بتكون في نابلس يعني مميزة بشعائرها الدينية بأعيادها فكان هذا الاشي هو بداية الفرحة صراحة الحمد لله رب العالمين انت استقبلت والدتك والدتك استقبلتك والدك كمان الله يعطيه الصحة صحيح وهناك آلاف الأسرة ما زالوا بنتظروا هذا الحلم رسالتك لرفاق الدرب اللي بنتظروا لحظة الحرية اللي انت عشتها صحيح هي فعليا هي الفرحة مش منقوصة هي الفرحة خجولة أصلا إيه غيابهم ما ب ما بتقدرش انت تعبر عن فرحتك بغيابهم انت خجول قدام اهلهم قدام اخوانهم عوائلهم ففرحتك الا تضلها خجوله إيه الشباب جوا فعليا يعني أنا حكيت قبل إنه إحنا لما بتم عملية الاعتقال هو إنتزاع من بين الأهل والعائلة ويعني المدينة بشكل عام لأنها هي العائلة الكبرى. فعليا التحرير بيكون في جزء من هذا الإشي، الاحتلال بيعتقلك وبينتزعك مرتين بينتزعك بعد ما إنك تكون كونت عائلة تانية كمان مع إخوانك في السجن ومريت في هاي المراحل الطويلة أنت وياهم في غرفة واحدة في أقسام واحدة حتى في تنقلاتك في عمليات القمع الأوقات الصعبة هذا الأمور بتكون أنت فيها يعني قدرت تكون بالفرحة وبالحزن عائلة جديدة عملية الإفراج بهذه اللحظة بتحسها إنها انتزاع مرة ثانية من عائلة أخرى وفعليا بتكون انت مندمج ما مش قادر هو انك انت تفرح او انك انت حزين انك انت تركت عائلتك الثانية بعيد عنك صحيح تحكي لنا يعني انت روحت في ظل ازدياد عدد الاسرى المرضى صحيح. ازدياد الاهمال الطبي المتعمد صحيح. داخل سجون الاحتلال فيروس كورونا وأثروا على على الاسرى صحيح صحيح عن الظروف الصحيه للاسرى حاليا الصراحه في ماساه ماساه حقيقيه يعني احنا بنشهدها والعالم يعني بتابعها بملاحظات خجولة أو بتصريحات خجولة جدا كمان الأسرة جوا في مرحلة صعبة جدا من الناحية الصحية أعداد المرضى بازدياد سوء العلاج وسوء عملية متابعة العلاج صعبة جدا يعني تكاد تكون معدومة يعني إيه الحالات المرضية بازدياد والمشكلة إنها الحالات المرضية بتكون حالات مستعصية صحيح يعني الأمراض السرطانية بتكون بزيادة وهذا بسبب مش إهمال طبي وبس هو عملية إعدام ممنهج فعليا يعني إيه إحنا شفنا على الإعلام الإسرائيلي مطالبات بالكنيسة ومطالبات بالحكومة لعمليات إعدام أسرة أو مطالبات بإشي من هذا النوع هو فعليا إعلاميا يمكن ما يكون تصرح بهيك إشي لكن على ارض الواقع هو بتم ممارسته بشكل ممنهج ومباشر كمان نعم إيه بتكون بطريق يعني ممكن يكون يعني الغذاء سوء او رداءته العلاج تقديمه هو من ناحيه اختباريه مش من ناحيه علاجيه إيه النوعيه حتى يعني اسلوب العلاج انسانيا مهين ما بيكون يعني علاج في حقيقي. تجربة شخصية في موضوع العلاج والتعامل. فعلياً في تجارب، في تجارب، في تجارب. يعني أنا بفترة من الفترات. أنا بفترة من الفترات عندهم هن بالغرف عملية اطلاق الغرف بيكون من مادة بلاستيكية من ما يكون أي شيء بيصير بالغرف إنه يكون ملاحظ فبفترة من الفترات هذا مع الوقت إلا يفلت. فعطخوت بيكون موجود أو بأي مكان. فانا بذكر انه على عيني دخلت في عيني ونايم وهذا شيء عملت تهيج ومشكله فثلاث شهور لغايه ما انه على اساس اني اطلع على المستشفى يقيموا هاي الطبقه اللي كانت على عيني ثلاث شهور وما طلعتش ورفضت اطلع لانه فعليا الشباب عالجوني علاج طبيعي بصراحه بالموضوع هذا بعد ثلاث شهور انتظار لموضوع وبعد شهور زي هذا يعني اجاني قرار انه تم الموافقه انه تطلع على المستشفى ما هي الظروف اللي بتعرض لها الاسره اللي بعانوا يعني, يعني, يعني امراض مزمنه بالضبط نعم. ولما رفضت اجى قرار بنقلي على الزنازين لاني رفضت اني اطلع وانه هذا بناء على دور هن بيكونوا حاجزينه باعداد فيعني انت بدك تستنى دورك لا تطلع على مستشفى تتعالج فيه وبصراحه هو بيطلعك ك... يعني مش كعلاج هو بيطلعك كانه يمضي على ملف لك انه انت تم علاجك وانتهى الموضوع بصراحه يعني انتم تابعتوا شاشه تلفزيون فلسطين عبر سنوات دوما. آه طويله وبرنامج عمالقه الصبر صحيح بنشعر انه المد الشعبي فيما يتعلق في قضيه الاسره يعني بفقد وهجه وما في تركيز حقيقي في هذا الموضوع دعوتك كأسير محرر لأبناء شعبنا وللعالم اللي بيشاهدك على برنامج عمارة صحيح احنا بصراحة يعني بظل هذا الاحتلال العالم بنظر بتعاطف دوما بتعاطف يعني احنا قدنا نصر بالانتفاضة الاولى بحجر وكان هذا نتيجة تعاطف دولي وعالمي ودافع شعبي احنا اكيد نعرف انه شعبنا عنده خزان وطني زخم وفي مرحلة عملية اختراق الصور الامني لجهاز السجون مصلحة السجون بهروب ست شباب من نعم. السجن كان هذا الاشي واضح بالشعب واحنا استشعرناه حتى مش داخليا خارجيا صراحة احنا بصراحة يعني فعليا احنا بنتابع بنشوف بخفيكيش يعني انه اسرانا بيكون في عندهم نقاش بهذا الموضوع نظرتهم للعالم الخارجي كيف بنظر بيتاثروا وهذا الاشي فعليا بيكون عليهم محزن احيانا لكن ما بفقدوش الامل بفقدوش الامل فعليا وما بخفيك الأول حتى يعني الشباب اللي أحكامها عالية تنتظر عمالها صفقات تحرر أو بتستنى مثلا بارقة أمل قريبة بس فعليا ولا مرة تسمع إنه في حدا منهم اشتكى الأمل. بالعكس نعم. بالعكس هن أسرانا دوما رسالتهم الحقيقية وأنا بحكي لك إياها بكل صدق وأمانة إنه أسرانا بيعرفوا إنه هذا الشعب بيستحق وإنه هاي الأرض بتستحق أكثر وقدسنا بتستحق منا اكثر واكثر ومعاناتهم وتضحياتهم لما تقاس بدماء الشهداء هي بتكون فعليا خجوله. احنا حاليا بنشوف لحظات استقبالك، هاي الجماهير الشعبيه، وهي المحبه والاحتضان، شو عنا لك بعد كل هالسنين؟ بصراحه يعني اطلع شعبنا زي ما قلت لك انا ما في إشي يعني احنا بنفقده تجاه شعبنا وهي الفرحه يعني انا شفتها لا هي مصطنعة ولا هي يعني مش حقيقية أنا عشتها كاملة وأنا يعني حكيت لأهالي الأسرة وقلت لهم كمان إنه يبلغوهم وإحنا عن طريق شاشته شاشتكم بنبلغهم إنه فعلا شعبنا متعطش إلهم وهن خزان وطني حقيقي ومليء جدا وهاي الدولة يعني فعليا عمادها بيكون من هاي الناس وهاي الأشخاص فقط شعبنا متعطش لهاي الفئة من أبنائها بانتظارهم جدا والاستقبال الحافل اللي كان بشكر فيه أهل مدينتي وأهل المحافظات الثانية اللي نعم. استقبلتنا مثل الخليل نشكرهم طبعا فعليا كان هذا الإشي مش بس عنا لي الصراحة عنا لأهلي اللي انتظروا فعليا مدات طويلة عن العوائل الأسرة اللي شافوا بهاي الفرحة فرحة أبنائهم اللي إن شاء الله بإذن رب العالمين جميعا إحنا منكون باستقبالهم فهذا الإشي أنا متأكد زي ما رفع معنوياتي رفع معنويات الشباب جوا داخل السجون وحقيقة أنا وصلني رسائل من إخواننا بالسجن قديش فرحتهم كانت كبيرة في في هذا المشهد يعني والاستقبال الكريم كل احترام الحمد لله سلامتك أهل أهل لحجبك لحجبك على سلامتك مرة جديدة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك لحجتك لحجتك الله يعطيهم الصحة وإن شاء الله زي ما استقبلوك من كل أهالي الأصل بيستقبلوا أبنائهم بإذن رب العالمين شكرا شكرا جزيلا ناخذ أخونا أبو معزوز شقيق الأسير عماد عكوبة حياك الله اليوم عبر برنامج عمارة الصبر وأنت أخ عزيز وعلى تواصل دائما مع البرنامج في كل ما يخصه اليوم يعني أنا بعرف شعورك تجاه الأسرة جيدا وأدرك بأنك تشعر بأنك شقيق لكل أسير داخل سجون الاحتلال بس اليوم بهذا العيد حق عماد تخصه بتحية أولا يعني تحية لكل الأسرة وبديش أخص أخوي بالذكر لأنه كلهم إخوان وكلهم أعزاء علي وأنا عشت هاي الظروف معاهم بكل تفاصيلها وبكل معاناتها على مدى يعني انتفاضتين كنت سجين وبعرف قديش يعني فترة العيد كمان بتكون تعني للأم وللأب وللأسرة ولا سيما اللي فقد أبوه وأمه بالسجن يعني هذه كانت أكبر مأساة وأنا عشتها لما كان أبوي موجود وكانت والدتي موجودة الله يرحم والدك بعمر أمك تعيش يعني كان دائما أمل الإنسان أنه يروح ويلاقي والده ووالدته موجودين وهذه كانت يعني دعوة يحكيها بالغيب ويحكيها بين أصحابه لأنها بتشكل له يعني إشي كبير وإشي يعني بتعرف يعني موضوع الأب موضوع كبير اليوم إحنا يعني من هني أخونا جميل في الإفراج عنه وهذا يعني باسمي واسم كل الإخوان اللي موجودين واللي مش موجودين واحنا يعني حقيقه يعني فرحين بالافراج عن اخونا جميل وهذا اللي تحدث فيه عن موضوع الاسره والمعاناه هو جزء قليل من ما يعانوه ولكن نحن على بارقه امل في زياره الاداره الامريكيه الى فلسطين ونتامل او لا نتامل او يعني خلينا نحكي احنا يعني مع حلول سياسيه كما هي الوعود ونتامل ان يكون الحل السياسي الاول الذي يتعلق في ملف الأسرة ويتعامل بالملف ملف سياسي كما القضية الفلسطينية ويطلق سراحهم كأسرة سياسيين ولا ننتظر الصفقات واللعب بالأعصاب كما يحصل وكما يعني نعيش هذه الأجواء في بيوتنا مع أهالينا مع ذوينا مع أمهاتنا أنه الجميع يترقب على التلفزيون ماذا سيحصل بالصفقة وهذا لعب الأعصاب نحن قضية سياسية ونتأمل أن تحل قضية سياسية ويكون لنا موقف من هذا الموضوع معايدتنا لك ولحاجتك ولا شكرا لك اسرانا عائله الاسير هاني حنون حياكم الله عبر برنامج عمارة الصبر رسالتك اليوم لابنك ان شاء الله بالفرج القريب للجميع وبهني اهالي نابلس بأخونا جميل بالافراج عنه وعبال عند الجميع ان شاء الله بامر الله رب, 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 رب كبير ان شاء الله ربنا يفرج عليهم جميع يعني سنوات طويلة من الغياب، العيد فرحته منقوصة بغياب هاني الحمد لله رب العالمين، تكمل إن شاء الله بالإفراج عن الشباب وأصدقائنا وأصحابنا إن شاء الله تكمل بتزوره لهاني؟ ثلاث يعني أربع سنين ما زرنا لسه يعني هي فرصة إنه يشوفك حاليا عبر آه تلفزيون فلسطين، شاء الله. طمنوا عنك عن باقي أفراد العائلة الحمد لله رب العالمين العائلة بتسلم عليك والجميع ومن إن شاء الله بتفرج عنكم جميعكم يا رب والف سلام عليكم كل احترام لك نأخذ شقيق الأسير أول شيء بنقول السلام عليكم سعد مساكن وكل عام وأنتم بخير ونبارك لأخونا جميل الفقراء على الحرية وزي ما الأخونا جميل يعني الحرية دائما الفرحة بتكون ناقصة لأنه في هناك إخوان في داخل السجن وزي ما الأخونا معزوز يعني التحية لكل الإخوان لأنه إحنا كبينا أسرة وروحنا ونشعر بفتره العيد وبالتحديد يعني بفتره ما انا كنت سجين كنت عذابي وكنت اشوف الأسرة اللي كانوا بالسجن اللي عندهم اطفال بالذات كيف كان قبل بيومين ثلاثه يقعد صفن بالليل ويفكر بوضع اهل بيته بزوجته بوالدته باطفاله وصدقا ليله العيد بالذات تكون المشاعر تكون شويه حساسه وتكون حتى الدموع على العيون من قبل الاسره اللي عندهم اطفال وبرضه الاسره اللي اللي دشروا أباياتهم امهاتهم صحيح كل احترام لك رسالتك اول شيء بهذه المناسبه احنا بنقدم تحيه وتهنئه لجميع الاسره في السجون وبنقول لهم كل عام وانتم الخير لكل عام وان شاء الله العيد الجاي وقبل العيد الجاي بتكونوا كلكم بينات ملف الأسرة هذا ملف بيعاني كثير من إهمال سياسي واجتماعي اجتماعي اللي هي تواصل بحق عائلات الأسرة مهمل جدا موضوع الإهمال الطبي مرت مرحلتين كبيرة ولازم على أسرهم تم تحرك الملف هذا بشكل حاسم مرحلة الشهيد كمال أبو عر ومرحلة الشهيد سامي أبو دياك مروا بحالة إهمال طبي متفاقم هم دخلوا السجن وهم أسرة لا يعانوا من أي خلل ولا أي مرض تفاقم الامراض والاوضاع والاهمال الطبي ادى الى استشهادهم، بدنا تحرك حاسم لهذا الموضوع، في هلا عندك مرحلتين خطيرين جايين علينا واحنا ان شاء الله ما راح نستنى نعمل مقابله لنقول عن وضعهم ان شاء الله بتحرروا، مرحله ابو حازم الشوبكي يعاني من جميع الامراض المزمنه والاخ ناصر ابو حميد والاخ فواز بعاره حالات جدا 550 اسير يعانون من حاله اهمال عمر عدد من الحالات الصعبه كل احترام لك ناخذ ايضا عائله الاسير وضاح البزري حياك الله ببرنامج عمارة الصبر رسالتك لاخوك اليوم بعد كل هالسنوات بتستقبل باسره إلهم رصيد في قلبك وبقلب ووجدان اخوك ولكن قلبك ينبض تعطشا لاستقبال وضاح صحيح الله يعطيك العافيه حياك شكرا لكم على هذه المقابله اول شيء بنقول للاسره جميعا كل عام وانتم بخير انتم اهاليكم جميعا ان شاء الله ان شاء الله ربنا بفرج عنكم قريب ان شاء الله انا زرت الشباب يعني من مده 10 ايام يعني اللقاء كان مميز يعني اقل واحد من 16 ل 20 سنه مقضي جوا يعني المعنويات اللي عندهم الحمد لله رب العالمين احنا مش موجوده عندنا احنا بنتامل الافراج القريب ان شاء الله ومنطالب بسلطتنا الوطنيه منطالب الاخ مازن ملف الاسره يكون على سلم الاولويات نعم يعطيك العافيه كل احترام لك مشاهدينا نتابع الان مقابله مع عائله الاسير محمود ابو خربيش احد اعمده النضال الوطني الفلسطيني ومن ثم نعود 35 سنه وعاش عندي ما قد ما عاش عند بالسجن من اول انتفاضه اول اول طلقه هو اول طلقه محمود اول الاول الانتفاضه بالضبط كان عريس جديد الله اعطاها البنت يوم اخذها وهي عمرها اربعة اشهر من سنة اشهر ولا اربعة اشهر الله اعلم علي يا بني والحمد لله يا بني ويوم بيجي في بالي اقول له اقول يما لا تروح عن ولا ها يقول يما انا احسن من هالشباب زي زي هالشباب قلت له الله روح يما الله يسهل عليك جيبها طريق السلامه يا بني والله يفرجها عليهم يا رب تفرج عليهم يا بني كان شيخ كلمته ما تطيحش الارض بهز هز مش حي الله واحد طلب محمود انه يشوفوا جنازته ما ارضوش يخلوه يشوفوا يا بي صعبة علينا صعبة أبوه حط له أربعة محامية أبوه أربعة والله حط له محامية ما طلعش فدينا حس ما طلعش فيه والله حط محمود هز هز العشيرة كلها هز بالكل يقول لحم محمود رفع رأسنا لفوق بالكل بالكل الحمد لله عمر طويل هما أربعة خمسة سنة فيه يمكن أو 34 قليلة يا بني اللي جو بعد اتجوزوا والصبر كويس أنا الله مع الصابرين إن الله يجي وربنا يفرجها على جميع الشباب مش مش على ابني أنا كلهم أولاد يا ابني الله يفرجها عليهم الجميع يا الله يا رب يا رب والله ما في جوا السجن عمروها ختان دهان عمروها هذا لأنها الأرض هذا طعها يوم ونقول له ابني لفيها من المخيم عن السلطان قلنا لابنه وقالوا بني له وبنى له يا ريت يروح ويقعد فيها يا رب يا رب وبنته تجوزت علموها عمامها خرجوها جامعة وتوظفت طلعت في ما الله تشتغل وتوظفت والله صحت لها من حلال وصا... وتجوزت والله معها نجبت بنتين وولد معها في أميركا هدوها ريها الورا الدار هذه مهدودة اللي ورا حتى فيها تالي خشة ريها هدوها وظلت على مطرحها ظلت تالي خشة تراب يعني اللي كان مع لأنه يعني فيها أولاد ضرتي بنوا فيها هناك اسم سكنه كامله بنوا فيها وظلت النت قلت هذه خلوها خلنا اقعد فيها نالله انا الله يانا وظل يروح محمود يروحوا يبنوه ظلت منها شويه والله يعني سكنة كامله ويبنوها سكنه كامله ضيعت عند دار محمود بلقيت بقعد في دار يا اختي تيجي ضيف عندنا تقعد يقعد يقعد اسبوع او يجي عيسى عندي ويجي اولاد كلهم بيقعدوا عندي في بدار واحده انا عندي عقده يوم أيوة نصير اول رمضان بجمع العيلة كلها يفطر محل مع بعض أول يوم في رمضان يفطر مع بعض كل أولادي وأولاد أولادي في في ناس شافوا في ناس لا ما شافش اللي زي هذا ما شافش ولا اللي زي هذا ما شافوه واللي آه والله وابنه والله لم حبهم لليوم وبكرة مش بس للي لليوم وبكرة يجتمعوا ببيت واحد يلمهم أخوهم الكبير هذا اللي الكناين الحمد لله عندي ست كناين وينجمع كلهم يفطروا مع بعض تلقى السفره مثل هان وهناك وهناك يقعدوا عندي ان شاء الله يفرج عليه هو الشباب كلهم حابه اشوفهم كلهم يشغلون كلهم الشباب بقول يا رب يروحهم علينا يا رب إذا كانت هذه المقابلة مع والدتك أخي العزيز ربنا يعطيها الصحة وطول العمر وإن شاء الله قريبا بتكون إلى جانبها محرر خارج غياهب السجون وتحية من خلالك لكامل عمداء الحركة الأسيرة كل الشكر لكامل الحضور الشكر لك أخي جميل وبعون الله كما استقبلناك نستقبل كامل أسرارنا محررين خارج غياهب السجون شكرا للأخ رائد عامر والاخ محمد ابو رزق اللي منذ صبيحه هذا اليوم وهم على تواصل مع برنامج عماره الصبر لاجراء هذه الزيارات كل عام وكامل اسرانا بالف خير التواصل الحقيقي لا يكون الا مع عائلات الأسرة الى هنا تنتهي هذه التغطيه من برنامج عماره الصبر هذه تحياتي اودعكم على امل اللقاء بكم دائما وقد ضيوف السجون الى اللقاء